السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم صرخة ناشئ إحنا كنا في شهر فبراير طلعنا مرتين نبارك لنادي الزمالك أسبوع ورا الثاني بطولة السوبر الأفريقي السوبر المصري شهر نوفمبر شهر الخير والسعادة على النادي الأهلي يتوج بدور أبطال أفريقيا على حساب الزمالك امبارح يتوج ببطولة كأس مصر للمرة السبعة وثلاثين في تاريخه عشان يحقق الثلاثية ثلاثية تاريخية للنادي الاهلي ببارك مرة ثانية للنادي الاهلي على بطولة افريقيا وعلى كاس مصر وعلى الدوري المصري ثلاثية ولا اجمل ولا اروع قدر النادي الاهلي السنة دي ان هو يكون تقريبا هو ونادي بايرن ميونخ الناديين الوحيدين على مستوى العالم اللي قدر يحقق الثلاثية وده انجاز جديد يحسب لمجلس ادارة النادي الاهلي ولاعبيه وجمهوره اللي ببارك له مرة ثانية وثالثة وان شاء الله منتظرين لسه في بطولات ثانية خلال الفترة اللي جاية السوبر الافريقي والسوبر المصري باذن الله مع نادي طلائع الجيش. بنحب نبارك لنادي الاهلي وجمهوره وان شاء الله دايما في احتفالات وتهاني للكره المصريه بكل انجازات بتحصل سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك قطبي الكره المصريه بنبارك للنادي الاهلي زي ما كنا بنبارك قبل كده لنادي الزمالك احنا دايما على مسافه واحده من القطبين بنبارك لكل الناس الاهلاويه اصحابنا وحبايبنا ونقول لهم الف مبروك ان شاء الله استمرار البطولات في نادي الاهلي تحت قياده الكابتن محمود الخطيب. آه بيبو الكره المصريه حبيب الملايين بطوله جديده بتضاف لـ لـ للمدرب آه موسيماني النهارده الراجل ده بصراحه انا يعني شايف انه هو من المدربين المحظوظين محظوظ جدا لانه ضرب نادي الاهلي كان في مقوله دايما بتتقال زمان ان اي حد بيعدي من جنب سور نادي الاهلي بياخد بطوله ده حقيقي موسيماني في اقل من شهر او شهرين قدر ياخد يبقى اسمه مكتوب مع الاهلي في كل البطولات اللي خدها سواء دوري او دوري ابطال افريقيا او كاس مصر مع ان هو في الثلاثة اصلا يعني في الدوري كان فايلر محقق البطولة من قبل كورونا في دوري ابطال افريقيا هو جاء قبل النهائي في كاس مصر مسك الاهلي قبل ماتش الاتحاد السكندري بنبارك لموسيماني بنبارك لمحمد الشناوي الاخطبوط اللي انا بسميه الـ 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 السد العالي الجديد للكرة المصرية محمد الشناوي بيثبت من ماتش للتاني او من بطولة للتانية ان هو حارس الامان للنادي الاهلي المقولة بتاع ان الجون نص الفريق ده حقيقي محمد الشناوي نص فرقة نادي الاهلي قدر إيه امبارح ان هو يصد ضربة جزاء مميزة طبعا القائم خا... يعني شال ضربتين جزاء بس هو الشناوي وهو واقف في الجون كده مدي يعني مدي رهبه للاعيبه داخل الشوط عليه ضربه الجزاء محمد الشناوي ما شاء الله اكبر عليه حارس بمواصفات اوروبيه طبعا الفار ومشاكل الفار الدولة الوحيده في العالم في العالم اللي لما يجي يطبق فيها الفار يبقى في مشكله النهارده الحلقه معموله مخصوص عن الفار ومشاكله مع الكره المصريه معانا الخبير التحكيمي كابتن وائل الصباغ ومعانا الناقد الرياضي الصحفي معلش آه... علي, علي نصير فان شاء الله هنتكلم في كل حاجه تخص آه الفار ونتكلم في كل حاجه تخص آه ال... ازمات الفار وعايزين نسمع بقى من ال... من الكابتن وائل الصباغ ازاي نحل آه ازمه الفار اللي في مصر المكان الوحيد اللي فيه المشكله في مصر هي آه آه الفار المشكله الوحيده يعني الناس تقريبا كادت ان تنتهي من ازمه الـ 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 المشاكل اللي بتحصل للأخطاء التحكيميه مع وجود الفار الا احنا هنا في مصر لا المشكله بتتعقد اكتر واكتر امبارح شفنا جماهير كتيره سواء اهلي او او غير اهلي معترضه على على الـ 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 التصوير بتاع الفار الاخراج المصري بقى فيه مشكله في المباريات ما بقاش نشوف إعداد لبعض الالعاب اللي هي المفروض ان هي يبقى فيها اعداد المفروض نشوف شغل لا في حاجات في اخطاء جسيمه هنتكلم عن الكلام ده كله طبعا قبل ما اطلع على الهواء بشويه سمعت خبر انه الزمالك لغى التعاقد مع امير عادل بعد 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 ان بتشيكو شافه ودي الصفقه الثالثه على التوالي خلال اليومين اللي فاتوا اللي اداره نادي الزمالك او اللجنه الفنيه بقياده الكابتن ايمن يونس والكابتن اشرف قاسم والكابتن عبد الحليم علي يلغوها يعني سمعنا ان الزمالك تعاقد مع احمد الشيخ ولغى الصفقه سمعنا ان الزمالك اتعاقد مع علي غزال ولغى الصفقه النهارده امير عادل كان كل الزملكاويه مستنيينه كل الزملكاويه كانوا حاطين عليه امل ان هو يكون زيزو الجديد لنادي الزمالك النهارده بنشوف قرار مفاجئ جدا لجماهير الكوره لجماهير الزمالك بالاخص انه الزمالك بيستغني عن امير عادل في واحده من مفاجات الميركاتو قبل ما يقفل بحاجات بسيطه جدا طبعا الشارع الزملكاوي في قمه الحزن مش في قمه الحزن عشان الصفقات دي ما جاتش الزمالك او او ان الصفقات لا قمه الحزن وقمه المؤاساه نادي الزمالك انه بيحصل تعاقد وبعدين يقول لك لا مش هيتعاقد مع اللعيب التخبط ده قالق الشارع الزملكاوي جدا وانا مايدهم لانه نادي الزمالك كان الفتره اللي فاتت التعاقدات بتاعته بتتم في سريه تامه محدش بيعرف عنها حاجه لحد ما اللاعب بنلاقيه في الفريق النهارده السوشيال ميديا وكل القنوات وكل المواقع بتبقى عارفه باللعيبه وهي داخله الزمالك وهي طالعه من الزمالك طبعا مش قادر احمل المسؤوليه للجنه الثلاثيه لكن انا بشد على أذر الكابتن ايمن يونس رئيس اللجنه الفنيه لنادي الزمالك انه الكابتن ايمن يونس لا الزمالك محتاج منك اكتر من كده محتاج ان حضرتك تبقى موجود حاسس بنبض الشارع الزملكاوي الشارع الزملكاوي تعبان جدا 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 من اللي بيحصل في الزمالك الفتره دي كابتن ايمن يونس لو سمحت رساله من جمهور الزمالك قبل ما اطلع على الهواء يعني لازم اوصلها لك لازم حضرتك تحس بنبض الشارع الزملكاوي حضرتك زملكاوي اه والناس كلها يعني واثقه فيك لكن ال ال التخبط في الصفقات والحاجات دي كله بيتعب بيتعب الشارع الزملكاوي جدا 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 هنطلع فاصل صغير نستقبل فيها الكابتن وائل نستقبل ضيوفنا ونرجع لكم مره تانية